جايز بهيدا الفيديو شوي رح نسترجع الماضي بهيدا التشانل ونحكي عن بروجي اردوينو، بس هالمرة ما رح اعملها بتوتوريال كفيديو، رح يكون التوتوريال كتيبة ورح تكون موجودة على ويب سايت سي بي الكترونيكس اللي عم يقطع هلا، واللينك تبع التوتوريال اكيد رح بتكون موجودة بالدسكربشن بوكس تحت الفيديو. بهيدا التوتوريال والهدف تبع هيدا التوتوريال اذا بتلحق ستيب باي ستيب اللي مكتوب بتقدروا انكم تتحكموا بلاد تضووها وتطفوها من خلال يوزر انترفيس رح تكونوا عمرتوها بقلب بايثون. دونك الهدف ان يكون عندي بايثون بروجرام عم يتحكم بالليد وبكون عم يحكي مع الاردوينو وهي تتحكم بالليد. طيب جايز هلا رح اعمل ران تفرجيكم البروجرام. اوكي سو عم بعمل سكرين ريكوردينج تتقدروا تشوفوا بنفس الوقت شو عم بيصير على هيدا البورد اللي هون. خليني ازيح الريلي الليد تك بس تتقدروا تقشعوا احسن. سو انا هلا عم ضوي الليد وعم طفي الليد. طيب اللي عم نعمله هون انه انا بقدر كمان بهالكبسه ضوي الليد ومثل ما عم بتشوف عم بتقلي ليد اون اند بزر اوف، وطفي الليد بتقلي ليد اوف اند بزر اوف. كمان بقدر ضوي البزر بتقلي ليد اوف اند بزر اون، وبطفي البزر بتقلي ليد اوف اند بزر اوف. طب بقدر ضوي اللمبه من هون من الكمبيوتر وطفيها من البوتون يلي عندي اياه، وبقدر ارجع ضويها من البوتون يلي عندي اياه وطفيها من السكريبت او من البايثون يعني عندي اياها على الكمبيوتر. كمان بقدر اعمل ريفرش. دونك انا هون اذا ضويت اللمبه وطفيتها بنلاحظ على الـ على اليوزر انترفيس انه ما قال لي ليد اوف، بس انا بقدر بحاله وقت اعمل ريفرش تترجع تقول لي انه ليد از اوف. اوكي هذا وقتها تكون الخبريه ان سيريال. اكيد نقدر نعملها بطريقه اوتوماتيك، بس الفكره من هذا التوتوريال نقدر نحكي من ميله الكمبيوتر لميله الاردوينو، بس حبيت اعمل تاتش من ميله الاردوينو لميلة الكمبيوتر. دونك رح عيدها بشكل سريع. LED on في طفيها من هون، بعمل ريفرش بيطلع لي LED off and buzzer off. دونك انا بقدر ضوي وطفي قد ما بدي ورا بعض ما بيأثر. سيم للبوتون بقدر ضوي وطفي قد ما بدي ما بيأثر. نشكر شركة سي بي الكترونيكس على دعمها لنا بكل فيديوهات الاردوينو والالكترونيكس والاي تي بهيدا التشانل، وبدي لكم كمان انه هدف هيدا التوتوريال انكم تقدروا تحكوا من بايثون، تحكوا الاردوينو تتعملوا اي تاسك اللي هي كانت بهالفيديو انكم تضووا وتطفوا اللمبه. ما تنسوا انه التوتوريال موجود على ويب سايت سي بي الكترونكس اللي عم يمرق تحت هلا، وكمان موجود على بقلب الديسكربشن بوكس بكعب الفيديو. اذا كان عندكم اي سؤال فيكم تسالونا اياه عبر الكومنتس، وما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب. انا برجع بشوفكم في فيديوهات ثانيه.